قبل نحو 6 أشهر رصدت المملكة واقع المتاجر ومحلات الصيانة المنتشرة في شارع الأردن وتحديدا في منطقة وادي الحدادة والتي تعمل بلا تراخيص قانونية منذ أكثر من عقدين. منذ عام 1997 حين بدأت عملية توسعة شارع الأردن، انتشرت المحال التجارية على جانبي الشارع مشكلة سلسلة منها. لم يتوقف أصحابها عن المطالبة بحصولهم على ترخيص محالهم التي تشكل قوت يومهم، إلا أن عدم اكتمال مراحل إنجاز الشارع والتي تستدعي وجود شارع خدمات وارتداد واضح حال دون حصول العديد من هذه المحال على التراخيص باستثناء بعض المهن القليلة. 7 أعوام مضت على قرار أمانة عمان بضرورة إصدار قانون خاص بالمنطقة وإعداد منظومة كاملة لإصدار رخص المهن والأبنية إلكترونياً، وذلك خلال عام واحد، غير أن تلك الإجراءات لم تتم لغاية الآن، وعدد المحال التي تم حصرها من قبل الأمانة آنذاك لم يتجاوز 400 محل، بينما على أرض الواقع استمر أهل المنطقة بفتح محال جديدة وصل عددها إلى الآلاف في يومنا هذا بلا ترخيص. إجراءات أمانة عمان القانونية من مخالفات وإغلاقات، قلق يواجه أصحاب هذه المحال كل عام، وعناء إعادة الفتح لتصويب الأوضاع أمر يستوجب تصويب الأوضاع من الطرفين. وفي مقابلة سابقة مع المملكة قال عماد لحياري نائب مدير المدينة لشؤون الأبنية في أمانة عمان، قال أنه من غير الممكن ترخيص هذه المحال نظرا لطبيعة الشارع الحيوية ولكون معظمها يقع على أراضي مشاع وجزء يقع على سعة الشارع. شارع الأردن يربط ما بين عمان وإربد، يعني بربط خلينا نقول عمان بشمال المملكة، وبالتالي هذا الشارع الأصل يكون مروريا ونافذ، ووجود مهن مثل هذه المهن الموجودة على أرض الواقع حقيقة أنها تعيق المرور. لما تحققنا وحصرنا مثل هذه المحلات الموجودة وجدنا أنه جزء كبير منها موجود على أراضي مشاع وجزء على سعة الشارع ولا يمكن ترخيصه. إذن بين معطيات قانونية تحول دون الترخيص وواقع حال يتمثل بأن هذه المحلات تشكل مصدرا للرزق قد يكون الوحيد لأصحابها وأسرهم، تبقى الأمور على ما هي عليه وقد تمتد إلى أجل غير معلوم. 6 شهور مضت على متابعة قناة المملكة لمشكلة تجاوزت 20 عاما دون إيجاد حل جذري ينهيها، فآلاف المحال التجارية منتشرة على جانبي شارع الأردن منذ سنوات طويلة بحسب أصحابها، وبحصر ما لا يتجاوز 400 محل بحسب أمانة عمان، ودون حصول أي محل منها على تراخيص مهن. قرار من أمانة عمان صدر منذ أكثر من 7 أعوام بضرورة إصدار قانون خاص متعلق بالمنطقة وإيجاد منظومة متكاملة متخصصة بهذا الشأن، إلا أن عدم اكتمال مراحل إنجاز هذا الشارع منذ سنوات طويلة حال دون إيجاد حل جذري ينهيها ويساهم بتصويب أوضاع الأطراف كافة. سنوات طويلة مضت ولم يتغير الحال على أصحاب هذه المحال وعائلاتهم، وما زالت مطالباتهم مستمرة بإيجاد حل جذري ينهي المشكلة في ظل غياب التنظيم وغياب التراخيص المهنية والصحية، ما يشكل أثرا اقتصاديا وصحيا حقيقيين. غيداء باكير، المملكة، عمان. حول هذا الملف ينضم إلينا المهندس عادل الصهيبة مدير إدارة رخص المهن والإعلانات في أمانة عمان الكبرى. أهلا بك معنا مهندس عادل في برنامج بعد الخبر. بداية لنلقي نظرة عامة على هذه المنطقة، حدثنا عنها أكثر وعن تفاصيلها، وأين يكمن الخلل من الناحية التنظيمية؟ ستي بداية مساء الخير إليك ولطاقم قناة المملكة، وأحب أرحب على السادة المشاهدين جميعا. أهلا فيك. بدي حابة أتحدث بداية عن فكرة شارع الأردن. اجت فكرة شارع الأردن حقيقة من قبل عام 2000، تم التخطيط لوجود شارع رئيسي وحيوي يربط محافظة العاصمة أو سنتر المدينة مع محافظات الشمال، وكونه كان الرابط الوحيد هو عبر شارع الجامعة الأردنية أو الشارع الملك رانيا يربط مع محافظات الشمال، فكان لابد من إيجاد بديل لسحب المرور للمتجه إلى المحافظات الشمال من خلال هذا الشارع، وتم التخطيط وتم تنفيذه منذ عام 2000 وشارع الأردن قائم كما ترون. نعم. مشكلة وادي الحدادة، نعم، المختصرة بهذا الجزء، عندما صمم هذا الشارع
أتى على جزء قائم من الأبنية وهو يتبع إلى أكثر من منطقة، من ضمنها منطقة المدينة ومنطقة بسمان ومنطقة العبدلي، والجزء مدار البحث كان يتبع إلى مخيم الحسين. هاي الأبنية هي عبارة عن أبنية من الأصل هي تحت إدارة الشؤون الفلسطينية، أبنية منشأة بطريقة عشوائية غير قابلة للترخيص. بعد فتح الشارع تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحيث أنه تكون حرم الشارع غير قام في أبنية معتدية، ولكن قام بعض يعني المواطنين. يعني احنا نتحدث عن محلات موجودة من 97. نعم صحيح، نعم صحيح. طب الخلل التنظيمي أين يكمن؟ الخلل التنظيمي أنه تنظيم القطع الموجودة بهذا الجزء هي عبارة عن تنظيم سكني غير مسموح فيها ممارسة المهن، ولكن لطبيعة الشارع وطبيعة الوضع الحالي تم إنشاء مهن مخالفة لطبيعة الاستعمال التنظيمي، فكان لابد من حل تنظيمي ومن ثم ترخيص إنشائية. كون قوانين رخص المهن كان متبعة بأمانة عمان لا تسمح بترخيص مثل هذه الأبنية، ولكن منذ فترة، منذ حوالي سنتان مضت، تم إعداد مسودة لقانون رخص المهن، وهو الآن لدى مجلس الأمة وإن شاء الله يتم إقراره. طيب إذا بدنا نلخص العوامل التي تحول دون منح هذه المحلات الترخيص. بداية التنظيم، التنظيم لا يسمح بترخيص مثل هذه المحلات. ثانيا الأبنية القائمة غير مرخصة إنشائيا، عدا عن الاعتداءات بعض معتدي على جسم الشارع غير قابل للترخيص. ثانيا القانون الحالي لا يسمح بترخيص مثل هذه المهن ضمن السكن، ولا يوجد حلول مؤقتة لغايات إصدار رخص مهن إلى فترة معينة أو وضع إعفاءات حتى أنه نتعامل مع صاحب المحلات لتأمين أماكن أخرى. لكن القانون القادم إن شاء الله يوجد فيه بعض المواد قد نتعامل معها بعد إقراره لحل مشكلة شارع الأردن إن شاء الله. وهذا كم يحتاج من الوقت القانون تقريبي؟ القانون إن شاء الله يعني حسب متابعتنا خلال الدورة القادمة من مجلس الأمة إن شاء الله سيقر، يعني قريبا خلال شهر 11 إن شاء الله. ولكن إجراءات قانونية في الوقت الحالي؟ إجراءات القانونية نتبع احنا موضوع المخالفات، لكن تذهب المخالفة إلى المحكمة وبالمحكمة بتعرفي بصدر قرارات إغلاقات، وكان بتخذ جميع هذا الشارع إجراءات، لكن صدر قانون العفو العام تعرفي تجددت هاي الإجراءات، والآن هي لدى محكمة أمانة عمان لصدور القرارات بخصوص هاي المحلات. لكن احنا لنا نظرة إنسانية ولنا نظرة جانبية لهذا الموضوع، كونه هو يمس عائلات ويمس يعني نظرتنا أنه لحين تأمين البديل أو تأمين الحلول المؤقتة لهذا الشارع حتى تتم تسليط الإجراءات بصورة قانونية. طيب إذن المشكلة هي مشكلة قديمة ليست نعم الجديدة، نحكي عن محلات عمرها من 97 موجودة بهذا ليست الشارع. كلها لكن في منها يعني حديث ولكن معظمها، ولكن نعم معظمها صحيح. ومعظم المخالفات هي مخالفات قديمة ليست بالمخالفات الجديدة. نعم. وإذا كان في مخالفات جديدة ما عم بيتم التعامل معها نظرا لسوء الوضع الحالي صح؟ صحيح. طيب هون بيكون السؤال والأغلب بيسأل ليش الأمانة من البداية سمحت بانتشار هذه المحلات؟ الأمانة ما سمحت لهذه المحلات، لكن بتعرفي أنت الذراع القانوني لما يكون مشكلة جماعية بصراحة بتحتاج تضافر من الأمانة، هي جهة تنظيمية ويوجد فيها ذراع قانوني لتنفيذ القانون، ولكن ليس لدى موظفين أمانة عمان الضابطة العدلية للإجبار على تطبيق القانون. فكنا من كان نخاطب المسؤول الجهة عن متابعة انتشار المحلات؟ الانتشار أو عدم انتشاره؟ هو انتشار عشوائي، لكن بصراحة يعني كنا بحاجة لتضافر مؤسسات ووزارات وجهات أمنية لضبط هاي الظاهرة. يعني كانت الإجراءات القانونية تتخذ، ولكن كان يجب التنسيق أو مساعدة من قبل الجهات الأمنية لإيقاف مثل هذه العشوائيات. طيب مهندس اسمح لي نتابع هذه المقابلة. في مقابلة سابقة مشاهدين مع المملكة أشار عمار الداود عضو مجلس أمانة عمان أشار إلى وجود توجه سابق لدى الأمانة بترخيص المحلات مؤقتا مع إلزام مالكها بالتعهد على الإخلاء فورا في حال بدء توسعة الشارع. احنا في المجلس الماضي اقترحنا انه إعطاء تراخيص مؤقتة ونكتب الإخوان في المحلات على تعهدات بالإخلاء فورا في حالة أنه رجعنا نوسع الشارع أو نقل إجراءات في الشارع، لكن يعني ما كانش فيه هيك قرار
صارم بهذا الوضع. فيعني يعني هاي المعضله مش سهل حلها، واعتقد انه يعني لو بدا الامانه يعني تفتح الشارع راح تكلف تكاليف باهظه بالوقت الحالي، لانه هذه المحلات حوالي 400 محل واغلى. يعني احنا انا مرات يعني بقول انه احنا الامانه متحمل جزء من المسؤوليه، نحن سكتنا عنهم من 97 لهسه صاروا اكثر من 20 سنه هذول الناس فتحوا محلات. إذا تابعنا هذه المقابلة مهندس عادل. إحنا بدنا نشير للمشاهدين أنه تم التواصل من قبل فريق برنامج بعد الخبر مع غرفة تجارة عمان للتعليق على هذه القضية، ولكن جاء الرد بالرفض نظرا لكون هذه المحلات مخالفة، وبالتالي فهي لا تتبع إلى غرفة تجارة عمان. طيب ما الذي جرى على المقترح الذي يقضي بالترخيص المؤقت لهذه المحلات، وهذا مربوط بطبيعة الحال مع تعهد بالإخلاء الفوري في حال بدء التوسعة في الشارع؟ نعم صحيح، تم طرح هذا المقترح من سعادة عضو مجلس الأمانة سابقا، ولكن القانون المعمول به لغاية هاي اللحظة لا يسعف لإصدار قانون رخص مؤقتة، كونه لا يوجد بالقانون رخص مؤقتة. وبناء عليه تم الإعاز من قبل معالي الأمين عمان دكتور يوسف الشواربة بإيجاد مسودة قانون تعالج مثل هذه المشاكل، وتسمح للأمانة باتخاذ الإجراءات القانونية والسماح لها بإعطاء المهل وحتى التعويضات أو الإعفاءات بهذا القانون. وهذا القانون كما قلت لك أخت أريج هو الآن بمجلس الأمة، إن شاء الله بشهر 11 إن شاء الله يقر، ومن ثم سيبتم موضوع شل الأردن وأماكن أخرى قد تجد عشوائيات كذلك. طيب المواطن بتسأله توسعة الطريق أين وصلت ومتى من الممكن أن تبدأ حسب المعلومات اللي عند الأمانة؟ بالنسبة للجزئية وادي الحداد هو الشارع مفتوح لسعته، يعني ما باقي منه إلا الأرصفة، ولكن هو الشارع حسب سعته التنظيمية مفتوح، ولكن يوجد اعتداءات على حرم الشارع وليس على جسم الشارع. يعني المقصود بكلمة توسعة الطريق؟ توسعة الطريق هو شو الإجراءات اللي رح تتم بما أنه الشارع على سعته موجود؟ ستي إحنا البناء الذي لا يعتدي على سعة الشارع قد يعالجه قانون رخص المهن المنتظر، لكن بناء معتدي على سعة الشارع ستطبق عليه القوانين والأنظمة بالإزالة. أعمال إنشائية رح تتم؟ أعمال إنشائية بهذا الجزء لا يوجد إلا توسعة أرصفة فقط. توسعة قوله الأرصفة نعم. الشارع مفتوح على سعته بهذه الجزئية، بهذا الموقع الشارع مفتوح على سعته. طيب هل يمكن بشكل من الأشكال إبقاء هذه المحلات في مواقعها وإيجاد حل آخر لتوسعة الطريق؟ القابل للحلول ضمن القانون المنتظر. القابل، لكن الغير قابل في ملامح عند الأمانة للقانون المنتظر؟ نعم. ما هي هذه الملامح؟ مثلا في عندنا بدل الرخص المهن في إشي ورد بالقانون يسمى اللي هو التصريح، وهذا التصريح يعطى بموجب تعليمات ستسند بعد صدور القانون للأبنية وللمهن المخالفة إلى مدة زمنية معينة، مع وجود إعفاءات للمكان الجديد من رسوم رخص مهن يقرره المجلس، مثلا مع إعفاء لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أو حتى عوائد تنظيم. يعني بنتحدث عن مكان جديد رح يتم نقل المحلات عن مكان جديد الغير قابل للترخيص في حال رغبة صاحب المهنة. طيب لماذا لا تخصص قطعة عمل؟ في بعض الاقتراحات يعني بتقول لماذا لا يخصص قطعة عمل كسوق شعبي يضم هذه المحلات وبالتالي بحل كل هذه المشكلة؟ ستي أسواق شعبية موجودة داخل عمان، وإحنا نناشد وننادي بالتجار إنه يعني يمارسوا ضمن هاي الأسواق، وإلهم كل الدعم وإلهم شروطهم وإلهم دعمهم داخل وإلهم حتى نأمن لهم الحماية داخل هاي الأسواق، لكن عزوف التجار عن هاي الأسواق هي من أساس المشاكل. طيب أنت تحدثت لنا عن جزء له علاقة في المحلات ونقلها لجزء قريب ضمن المقترحات من ملامح المشروع المقترح. لمن رغب؟ شو في عندنا ملامح أخرى ضمن هذا القانون؟ صار أنا عندي الآن بدي أوضح الأمر بثلاث حالات. نعم. الحالة اللي هي التي ينطبق عليها القانون القادم إن شاء الله سترخص بموجب التصريح المؤقتة مقابل التعهدات إنه للرحيل للإنهاء لتصويب الأوضاع حسب اشتراطات التعليمات التي تصدر. الحالة الأخرى الأبنية المعتدية على الشارع ويوجد فيها رخصة مهن، هاي لن تكون قابلة للترخيص بتاتا. نعم. لأنه لا يوجد قانون يرخص
أبنية أو محلات تجارية ضمن سعة الشارع كونه معتدي. الحل الآخر لما الرغب من هؤلاء التجار الذهاب للأسواق أو لتأمين مكان بديل، ستقوم الأمانة بموجب القانون بمنح الإعفاءات اللازمة للقيام بإجراءات النقل. احنا في برنامج بعد الخبر رح نستمر بمتابعه هذا الملف. بدي اتشكرك المهندس عادل الصهيبه مدير اداره رخص المهن والاعلانات في امانه عمان الكبرى. انا شاكر، شكرا جزيلا لك. تسلم. شكرا. الله يكرمك. شكرا.